نتابع وإياك والسادة المشاهدين هذا التقرير الذي يستعرض نجاحات للطلاب المتفوقين في الثانوية العامة في فلسطين. جاءت نتائج امتحان الثانوية العامة في فلسطين هذا العام وسط عدوان إسرائيلي طال الضفة الغربية وقطاع غزة، حربا واغتيالا وعدوانا واعتقالا في محاولة احتلالية لسرقة الفرحة من عيون الطلبة وذويهم. العدوان الأخير على غزة كان له أثر كبير في إنه يكسر فرحتنا وفرحة كل حدا، مش بس عقد طلاب توجيهي. يعني أنا كطالبة توجيهي أنا يعني فرحة النجاح هاي بتمر مرة واحدة في العمر، يعني فإنه الفرحة انكسرت، خاصة يعني لما الواحد يشوف الأطفال اللي استشهدوا، الناس اللي خسرت بيوتهم، البيوت اللي مدمرة، الناس اللي تيتموا واللي مات أبوهم أمهم أخواتهم أصحابهم، الدم اللي كان والصور والفيديوهات اللي كنا نشوفها، يعني هذا إشي كان كتير صعب وكسر كل فرحتنا. كانت الظروف صعبة مش بس علي، على كل القطاع، خاصة أنه عنا الكهرباء مش منتظمة، يعني بتيجي وبتقطع بدون يعني جدول محدد. يعني أولها كان صعب ما فيش بديل، لكن يعني في ناس كمان ما كانوا يقدروا انهم يوفروا بديل، يعني انه لانه بيحتاجوا الكهرب كثير اشياء مش بس للضوء. مروى وحلا تفوقتا بالمرتبة الاولى في فلسطين بمعدل 99.7، تفوقتا املا في مساعدة المحتاجين للرعاية الصحية في فلسطين، ليقود الطموح كلتاهما لدراسة الطب في الجامعات الفلسطينية. بدأت دراسة من الدروس الخصوصي أول إشي، بعدين بدينا مدرسة بشهر 8، درست بشكل طبيعي دراسة يومية، كثفت الدراسة والجهد خلال فترة المناطق والدراسة للوزارة في 40 يوم، حضرت حالي وختمت كل إشي، وتقريبا تمكنت أني أراجع مواد معينة كنت حاسة أنه فيها شوي خلل. بحس إنه وصلت لطموحي لما أتخرج من كلية الطب بمرتبة متميزة مثل ما تخرجت من سنة التوجيهي، لما أدخل في التخصص اللي بحبه أو أكثر إشي بحتاجه وطني، كل حدا موجود في الوطن حتى أساعده بشكل إنساني. أنا حابة أدرس داخل الوطن، خاصة في جامعة القدس، حتى أكون يعني حدا متميز في داخل الوطن، موجود مش طالع برا، حتى أخدم وطني بشكل أكبر، لأنه اللي برا أكيد رح يخدم الوطن لكن هم بعاد، بس أنا حابة أضل قريبة جوات الوطن. أنا طموحي أني أقدر أصير دكتورة، أساعد أبناء بلدي يعني بشعبي، خاصة أنه إحنا كتير صعب عنا الإمكانيات، فبضطروا أنهم يروحوا تحويلات لبرا أنهم يتعالجوا برا، والموضوع كتير صعب. ما زال التعليم هو السلاح الذي لم يخن الفلسطيني يوما، ورفيقه الدائم في الوطن والشتات الذي يدخل الفرحة لقلوب العائلات ويمنح الأمل للأجيال.